يسعد صباحكم أكيد. ومن الإدمان على العمل إلى الإدمان على المخدرات، بما أنه اليوم العالمي للإدمان على المخدرات، غدا 26/6 معنا دكتور موسى داود الطريفي، رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يا محلى إدمان العمل جنب إدمان المخدرات. شوف، في النهاية هو كله إدمان، يعني أنا بصبي عليكم أولا، وبصبي على كافة مشاهدين الأعزاء، وبهنيهم بالأيام المباركة هاي، وكل عام فأنتم بخير. وبهني زميلات وزملائي بالجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات بمناسبة اليوم العالمي لإساءة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع فيها. يعني مناسبات كلها احنا انا مع الواقعية في الموضوع، لكن خلينا نعتبره فرصة للفرح. فرحتنا بعيد الأضحى المبارك، فرحتنا بأنه هناك جهود موجودة على أرض الواقع في طبعاً مكافحة المخدرات. فرحتنا بهذا اليوم، احنا بنعتبره يعني أحد أيام السنة في النهاية. أنا بنبسط بهذا اليوم، وبكون سعيد لما معظم وسائل الإعلام بيهتموا وبيسلطوا الضوء على موضوع المخدرات بهذا اليوم. لكن إلي نداء بحب أبدأ في لقائي، أنه السنة 365 يوم، مش بس يوم واحد طبعاً. خلينا، وأنا بشكر التلفزيون الأردني لأنه دائما بيفتح لنا مجال ومساحات حتى أكيد نحكي بهذا الموضوع أكيد على مدار العام. فيعني لكن دائما عندنا مطالب، إحنا طمعين دائما أنه يصير في مساحات على مدار العام لتكون منظومة لنشر أكيد الوعي، منظومة لمحاولاتنا لتقليل الطلب على المواد المخدرة على مدار العام، وليس فقط في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. دكتور، نبدأ بانتشار المخدرات الآن اللي احنا بنشوفها بشكل كبير جدا، وهذا شيء مؤسف أكيد. صحيح. وأيضا توجيهات ملكية من جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه إلى نشام الأمن العام ودائرة مكافحة المخدرات تحديدا اليوم لمحاربة هذه الآفة. اليوم كيف ممكن نحمي مجتمعاتنا ونحمي أبنائنا من هذه الآفة، تحديدا في هذه الأيام زي ما تفضلت بها، يوم العالم لمكافحة المخدرات؟ نعم، يعني شوف، المخدرات هي مشكلة تواجه كافة دول العالم، يعني وإحنا ضمن النسيج الدولي في النهاية، فهذا النسيج الدولي بيتحتم علينا أنه إحنا نتعامل مع هذا الموضوع. نعم. إحنا الحمد لله في الأردن في عنا رغبة سيادية في مكافحة آفة المخدرات، وهذه تجلت في أكثر من موقع وأكثر من وضع من خلال يعني مرورنا بالسنوات، زيارة جلالة الملك لإدارة مكافحة المخدرات، هذه ليست أول مرة. ولي العهد قام بزيارة إدارة مكافحة المخدرات، سمو الأمير حسن سابقا قام بزيارة، يعني هناك رغبة سيادية لدعم منظومة مكافحة المخدرات، وهذا شيء جميل احنا نفتخر فيه في الأردن. نعم. المشكلة موجودة، لو عندي حالة تعاطي واحدة أنا بعتبر عندي مشكلة في الأردن، فبالتالي طبعا يجب أن العمل عليها، فما بالك في هذا التزايد. أنا ما بدي أكون مستسلم من نظرية مؤامرة وخلافه، لكن الأردن مستهدف يا سيدي في الفترة الأخيرة في وضع واضح. الآن هناك صناعات قريبة من حدودنا الأردنية طبعا، صناعات للمخدرات. في السابق كانت مصادر المخدرات بعيدة عنا، يعني لازم تمر في مراحل عديدة في خطوط التهريب حتى تصل إلى الأردن، وبين الأردن إلى دول أخرى، يعني هذه خطوط تهريب. نعم. معروفة دوليا، يعني ضروري لكن نشكر حرس الحدود. صحيح. فالفترة الأخيرة قدموا شهداء، لأنه صار في عندي نوع من الكثافة في محاولات تهريب المواد المخدرة، وخصوصا على حدودنا الشمالية الشرقية، بسبب وجود مصانع لتصنيع المخدرات المصنعة، إن كان في جنوب اللبناني أو في الجنوب السوري، بسبب الفوضى اللي أدت إلها الحرب في الفترة الأخيرة. هذا الموضوع أدى إلى محاولات كثيفة وإصرار من الميليشيات وعصابات المخدرات من محاولات تهريب المخدرات، وإحنا كانوا الحمد لله قواتنا المسلحة يعني جاهزين، الله يعطيهم العافية، وإدارة مكافحة المخدرات يعني ممثل للأمن العام وقواتنا الأمنية قاموا بجهود كبيرة يا سيدي في هذا الموضوع. والدليل حجم المضبوطات اللي تمت، شوفي النمو في حجم المضبوطات اللي صارت سنوي. من بداية آخر خمس سنوات لغاية الآن، شوفوا كيف النمو بشكل كبير. دكتور، زي ما ذكرت حجم المضبوطات كبير، بس أنا لما بسمع أنه لسه في مخدرات موجودة بين أبنائنا، سؤال، من وين طيب عم توصل؟ من وين عم تيجي؟ كيف عم بتكون سهلة لدرجة أنه ممكن تكون بأيدي أبنائنا بالمدارس؟ يعني إن شاء الله إحنا ما نوصل لمرحلة أنها تكون سهلة، لكن في النهاية التهريب المخدرات هو عبارة عن شيء يتطور، ومكافحة المخدرات ردود فعل. نعم. فهذا التطور في التهريب صحيح، يعني دولتنا الأردنية دولة أمنية قوية
مقارنة مع غيرنا من الدول الثانية، إلا أنه المعروف دوليا اللي بمر أكثر من 50-60%، يعني إذا تم ضبطه فهناك ما يقارب مثله تم مروره، إما بشكل من منافذنا الشرعية أو غير الشرعية. هلا بتزيد في بعض الدول زي الأردن بتزيد نسبة المضبوط عن اللي بمر، لكن في النهاية بمر، ولا من وين بيجيبه؟ يعني لو ما في عنا مادة معروضة داخل أيادي تجار المخدرات اللي في الأردن، إحنا الآن في عندي 2600 تاجر مخدرات تم ضبطهم في خلال العام، هذول من وين جابوا البضاعة؟ ما إحنا في الأردن ما عندنا صناعات مخدرات، ما عندنا زراعات مخدرات، تهريب. إذن اللي بدخل علينا تهريب. طيب. هذا التهريب سيمر في كل الحالات، يعني الحرب على المخدرات أثبتت فشلها في أعتى الدول وأكثرها ميزانيات في محاربة المخدرات، إلا أنه هناك مرور لبعض دكتور يعني المخدرات. ما لفتني في أيضا شعار الجمعية لهذا العام تحديدا الأشخاص أولا، وهذا جملة يعني لها معنى أيضا، ولننهي الوصم والتمييز ونعزز الوقاية منها، تحدث عن هذا الشعار عفوا وبعض المصطلحات الموجودة في هذا الشعار. يعني الأمم المتحدة أو مكتب المعني بالمخدرات والجريمة في الأمم المتحدة يطلق كل عام شعار لهذا العام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. في هذا العام يعني كان التركيز على أهمية الأشخاص في موضوع المخدرات، يعني تطرقت شعارات واهتمامات الأمم المتحدة في كافة المراحل إلى العديد من المهام والعديد من الأهداف، لكن هذا العام كان الهدف هو الأشخاص. نعم. الأشخاص أولا، بحيث أنه يتم تركيزنا على الشخص، على الناس، على أهلنا، على طلابنا، على شبابنا. طبعا. هذا واحد. اثنين، آخر دراسات دولية أثبتت أنه وجود الوصمة وزيادتها أدت إلى تزايد تعاطي المخدرات وزيادة عدد المكررين في المخدرات. نعم. وزادت عملية النفور من العلاج للمخدرات، فصار لازم أنه نشتغل على موضوع ثقافة الاستجماء أو ما يسمى بالوصمة أو بالعار. هذه الثقافة يجب أن تكون، وإحنا مجتمعنا الأردني مجتمع فتي ومحافظ، وأتوقع أنه من السهولة أنه إحنا في الأردن نتقبل حالة وجود مدمن يرغب بالتعافي، أنه نتقبله ونحتضنه. طبعا، وهذا موضوع حساس بالنسبة للأهالي بالتأكيد. يعني بنشوف كتير قصص للأسف، إذا الأم عرفت أنه ابنها متعاطي ممكن تخبي عليه، ممكن تحاول تمنعه بطريقتها خوفا على صحته، أو أنه يتعرض للمساءلة، أو حتى يروح يتعالج بأي مشفى. أولا شو يعني بتحكي لهاي الأم بالذات؟ أنا بدي أوضح شغلي. أولا التعاطي في مراحل الأولى علاجه سهل جدا، فبالتالي كل ما سرعنا في أخذ الإجراء السليم والصحيح إحنا بنحل المشكلة بسهولة وبدون فضيحة. إذا الهدف، يعني أنا رسالتي للأهالي، إذا الهدف خوفا من الفضيحة علاج الموضوع في أوقات مبكرة، هو أضمن لنا من فضيحة أكبر لا سمح الله لما بصير. كل يوم نتأخر فيه في التعامل مع مشكلة التعاطي علاجه. الآن خلينا نيجي نحكي أول شو المراحل اللي بده يمر فيها. أولا هو كمتعاطي، إذا تم اكتشافه الأم خبت عن الأب مثل ما ذكرتي حضرتك، صار في تأجيل للموضوع. الأب عرف، خاف إنه الكل يعرف، فخافوا من الفضيحة، صار في تأجيل لحل المشكلة. هذا الوصم اللي بالشعار اليوم. طبعا هذا الخوف من الوصم أدى إلى تأخير أخذ إجراء سليم في الوقت المناسب، فبصير في عنا التصرف بعد فوات الأوان. بصير بيدخل في مراحل إدمان صعبة، هذا واحد. اثنين، بيتم ضبطه بدل ما يتعالج من تلقاء نفسه، وهذا بيجي لنقطة القانون إنه هل في عقاب. إحنا عندنا التشريع الأردني يعني فادنا بهذا الموضوع، في عندي بالقانون، بقانون العقوبات للمخدرات والمؤثرات العقلية، المادة تنص على إنه لا تقام دعوى الحق العام على كل من أتى من تلقاء نفسه طالبا العلاج، بمعنى إنه كل شخص يرغب بالعلاج هو أو أهله، لأنه بكون مسلوب الإرادة، تقدم بنفسه طالبا العلاج لأي مركز صحي، لمركز علاج إدمان، لمراكز الأمن، أبدأ رغبته في العلاج، لا تقام دعوى الحق العام عليه، ما في أي مسائل قانونية، ويعالج بخصوصية وسرية ومجانية. نعم. والعلاج مجاني. والعلاج مجاني. نعم. فبالتالي أنا في عندي فرصة، القانون شرع لي موضوع حماية الشخص، ليش أستنى؟ ليش أستنى لما يتم إلقاء القبض عليه؟ وهنا بتصير المشكلة، متى بيتم توقيفه؟ إذا تم إلقاء القبض عليه في حالة تعاطي أو في حالة حيازة بغرض التعاطي، أو لا سمح الله بلش يروج ويوزع لأصحابه، وهنا دخل في موضوع قضية الترويج. هون دكتور نوقف عند دور الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات. نعم. في طريقة محاربة هذه الآفة وأيضا الوعي في هذه الفترة تحديدا. أشكرك. يعني إحنا في الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، إحنا جمعية تأسست على أيدي الشباب،
هم شباب صار في عندهم اتجمعوا وصار في عندهم رغبة في إنهم يشتغلوا في هذا الموضوع. بنشتغل على أكثر من محور. إحنا المحور الرئيسي هو التوعية. إحنا نتبنى أو ننتمي لمدرسة الوقاية من المخدرات. فدرهب وقاية خير من قطار العلاج. لما بحكي وقاية يعني بحكي وعي، بحكي قوانين سارية ممكن يتم تطويرها أو سن قوانين جديدة، وبنشتغل على موضوع تشجيع هذا العلاج وما بعد العلاج. وهذا اللي نسيوه كثير من الناس اللي بتشتغل في موضوع المخدرات، اللي هو برامج الرعاية اللاحقة. نعم. اللي بتتعامل مع موضوع الانتكاسة أو تكرار التعاطي بعد التعافي. في المرحلة الأولى عندنا برامج التوعية. برامج التوعية عندنا مجموعة من المحاضرات التوعوية أو أساليبنا الغير تقليدية. وإحنا بكرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في عندنا مسيرة الساعة 6 بمنطقة وادي السير باتجاه قصر العبد في منطقة عراق الأمير، مشاركين لكل منظمات المجتمع المدني ورجالات الوطن مشاركين بهذا. بنوصل من خلالها مجموعة من الرسائل التوعوية بطريقة غير مباشرة. يعني إحنا دائما بنحكي إنه من الضروري، يعني وبمناسبة هذا اليوم، إنه إحنا عنا برامج توعية إن كان للجمعية الأردنية أو لغير منظمات المجتمع المدني أو إدارة المكافحة أو المدارس أو الجامعات أو حتى الإعلام، في برامج توعية. لكن للأسف خطاب التوعية عنا في الأردن باهت، غير مبهر، غير جاذب للفئة الحقيقية المستهدفة. فإحنا بحاجة لتطوير أدواتنا، لتطوير خطابنا بحيث أنه يكون مبهر وجاذب لفئة الشباب اللي هي الفئة الحقيقية المستهدفة. استخدام وتوظيف الرياضة والفن في توصيل الرسائل بدل من توصيلها بشكل مباشر، لأنه الآن أسلوب التلقين المباشر لا ينفع. يعني بعيدا، إحنا ارتقينا بدل ما نعمل مؤتمر اليوم وبكرة، قلنا لا، بدنا نكون بالشارع، نكون قريبين من الفئة المستهدفة بعيدا عن غرف المؤتمرات وورش العمل والمحاضرات، بحيث أنه نمرر مجموعة من هالرسائل للمشاركين ولوسائل الإعلام اللي راح تغطي هذا الموضوع، والصور اللي راح تنتشر بالسوشال ميديا. في عنا إنفلونسرز حيكونوا موجودين بكرة كمان، راح يحاولوا من خلال صفحاتهم كمان ينشروا الرسائل التوعوية اللي إحنا عم نشتغل عليها. نعم. فهذه فرصة أنه أدعو زميلاتي وزملائي في الجمعية وفي كافة الجهات التي تعمل في موضوع التوعية بموضوع المخدرات، إنه نطور أدواتنا بحيث يكون خطابنا مبهر، جاذب، متطور حسب تطور. يعني احنا بنشوف الانفلونسرز كيف اضاءتهم جيده، لغتهم سليمه، اصوات الموسيقى اللي بيستخدموها. خلينا نستخدم نفس اساليب الانفلونسرز اللي صار عنده 6 مليون في 3 شهور. واحنا بنشتغل في برامج التوعيه ما فيش شيء 100,000 على متابع للموضوع. نعم صحيح. فهي نعم. فرصه دعوه حتى نطور من ادوات التوعيه. طيب دكتور، خلينا نحكي عن رحله العلاج والتعافي. نعم. قديش نسب الاشخاص اللي تم علاجهم تماما وابتعدوا عن المخدرات من السنة الماضية للسنة هاي؟ يعني احنا في الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تميزنا في برنامجنا وفي مبادرة الدوبامين الحكيم. هذا المبادرة كان هدفها تقليل نسبة الانتكاسة. احنا المتعافين اللي بنحولهم، يعني قصدك اللي بيرجعوا للأسف بيرجع بكرر بعد التعافي. هلا خطة مرحلة العلاج، في البداية بيدخل في مركز علاج الإدمان، بقابل الطبيب، الطبيب بيعمل خطة علاج له حسب حالته، ممكن يدخله للمركز وممكن ما يدخله، كل حالة بحالتها. إذا كانت حالة إدمان موثقة والطبيب بيشوف الحالة وبحب يعمل خطة العلاج، خطة العلاج تبدأ بإزالة السمية بالمرحلة الأولى، وبعدين برامج التأهيل النفسي والوظيفي والديني حتى داخل مركز علاج الإدمان. بعد ما يتعافى يصبح الشخص نظيف ودمه نظيف من المخدرات، لكن إذا عاد وإذا تعالج في أحسن مراكز الدنيا في مكافحة المخدرات في علاج الإدمان. نعم. إذا رجع لنفس ظروف التعاطي الأولى رح يرجع ينتكس، رح يتعاطى. إذا رجع لنفس الشلة، لنفس البيئة، رح يرجع يتعاطى. إحنا شفنا أنه نسبة الانتكاسة عالية. الدراسة أثبتت أنه من 50-60% من اللي بتعافوا وبينظفوا تماما بيعودوا للتعاطي في العالم. هلا في الأردن عندنا النسبة أقل الحمد لله، وممكن توصل ل 85% بالسنة الأولى، وهذه نسبة عالية. احنا من 2016 بدأنا في قد ايه هو شخص ضعيف ما بقدر يتحكم بنفسه؟ هلا هو مسلوب الإرادة. المخدرات أصبحت، يعني الدكتورة قبلي حكت على موضوع التحمل والتولرانس. نعم. اللي بيصير حتى في العمل في المخدرات نفس الشيء بيصير، عتبة التحمل عنده بتكون مختلفة عن الشخص الطبيعي العادي. هم حرام مساكين عم يفقدوا كثير من الشغلات، ما بيعرفوا شو اللي بيفقدوها من خلال تعاطيهم. فالشخص بتصبح مسلوب الإرادة. احنا بدنا نحاول نعزز مسؤوليتنا احنا. الان احنا ببرنامج دوبامين بنستقبل الشخص بعد ما يطلع من مركز العلاج، وبندمجه في
البرنامج إعادة دمجه في المجتمع مرة ثانية من خلال أنشطة اجتماعية، من خلال أنشطة رياضية، توظيف الرياضة. حلو. بنشتغل على رحلات الهايكينج والكامبينج أنشطة بشكل عام، المغامرات، إنزال جبلي. لا عندنا برنامج وعندنا عدة كامل، نشغل له وقته بشكل كامل من بداية خروجه لغاية، وفي منهم أصبح متطوع معنا. حلو. ومستمر من عام 2016 لغاية الآن. إحنا يوم الجمعة أول مبارح كنا في أحد رحلاتنا، كنا مستضيفين كمان جروب من السعودية في أحد وديانا، مغامرة هايكينج، وما تتخيلوا يعني شو كانوا سعيدين في إنه يصير في دمج بين متعافين وناس عاديين مع حفاظنا على خصوصيتهم. ما حدا بيعرف هون بنحكي عن الفئات دكتور، وتفضلت عن الفئة المستهدفة هي المتعاطي. لكن اليوم أخيرا إذا سمحت لي، كيف بقدر أوسع هاي الفئة ما تكون فقط المتعاطيين، يكون أيضا المجتمع المحلي الموجود؟ كيف أنشر الوعي داخل هذا المجتمع بعيدا عن المتعاطي سيد؟ صحيح، إحنا بالأصل كوقاية المفروض إنه ما استنى لما يصير يتعاطى، بدي أشتغل على المجتمع حتى أحصنه من موضوع التعاطي. إحنا بحاجة لمنظومة متكاملة، أولا يشترك فيها الإعلام، تشترك فيها المؤسسات التربوية والتعليمية، تشترك فيها الخطاب الديني، الإفتاء، الكنائس، الخطباء في المساجد بمنظومة. يعني أنا ما بدي يوم الجمعة كلهم يحكوا عن المخدرات هذا الجمعة، طبعا عندي 52 جمعة في السنة، أنا بدي نوزع هذا الموضوع، خصص بعض يعني بين كل فترة وفترة نذكر بموضوع التوعية بموضوع المخدرات. المدارس لها دور كبير، إحنا مع تطوير مناهجنا ويصير تضمين لبعض الرسائل المدروسة داخل مناهجنا بحيث أنه يتحصنوا أبنائنا قبل فوات الأوان. نعم. بإذن الله. أكيد بدنا نشكرك دكتور، أنا شاكركم، نورتنا، رئيس جمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، يعطيك ألف عافية وكل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بخير دكتور، يعطيك